أنا بعد في عنا مشاركين عم ينضموا للمحاضرة. طيب أنا حبلش بنبذة عن السيرة الذاتية لدكتور ماجد، يمكن جزء منا بيعرف هيدا السيرة وبيعرف، أنا بسميه المناضل التربوي وجزء منا أكيد هلأ حيتعرف أكثر عليه. دكتور ماجد هو حاليا باحث دكتوراه في التربية بالمعهد العالي للدكتوراه والآداب والعلوم الإنسانية الاجتماعية الجامعة اللبنانية، حائز على ماجستير في الإدارة التربوية، حائز على ماجستير بحثي في الديداكتيك من كلية التربية الجامعة اللبنانية، حائز على بكالوريوس في العلوم السياسية، حائز على شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي. شهادات بلاش تجي معي كمان شغله كبيره. المدير حاطنا ما ادري شنو دوره تطويريه للدرس الانجليزي شنو حرام. بتمنى بس نحط ميوت. بالإضافة دكتور ماجد حائز على جدارة ماتريز بالفيزياء، كما كان منسق عام عدد من المؤتمرات منهم تحديات المناهج الدراسية التربية المواطنية والعصر الرقمي عام 2022، التعليم الأساسي الرسمي واقعه تحدياته شروط تطويره بال2019. كما أن الدكتور ماجد جابر هو مدير المركز العالمي للتدريب والتطوير، مدرب تربوي للمعلمين ومنسقي المواد التعليمية في عدة مدارس، كما ونظم وأدار العديد من الندوات التربوية، وهو عضو مشارك في عدة مؤتمرات وورش عمل تربوية وعلمية. بالإضافة هو أستاذ ومنسق تعليمي في ملاك التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، مارس التعليم والتنسيق في عدد من الثانويات والمدارس الخاصة، كما هو عضو في شبكة التحول الرقمي في لبنان وعضو في الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي، وممثل نقابة تكنولوجيا التربية في جنوب لبنان، مدير العلاقات العامة في مجلة المعرفة العلمية المحكمة، كما ولديه عشرات المقالات التربوية المنشورة في الصحف. دكتور ماجد، الكلام لحضرتك، بعتقد صار فينا نبلش. شكرا استاذي رمزه، تحيه لإلي. شكرا على اداره الندوه وشكرا على هذه المقدمه. بنتشكر كمان بالبدايه الاتحاد على اتاحه الفرصه للمشاركه بهذا اللقاء. بدي اشكر رئيس الاتحاد الدكتوره وديان مرتضى والدكتوره جهينه الموسى مسؤوله النشاط الثقافي اللي كانت عم بتتابع تنظيم هذا النشاط. بدي اشكر افراد الهيئه الاداريه بالاتحاد وكل الحاضرين المشاركين اليوم. نحن موضوعنا اليوم رح يتطرق لإشكالية أو لعنوان له علاقة بإشكاليات البحث التربوي في لبنان، في العالم العربي عفوا. رح شارك الشاشة بالبداية مع حضرتكم. خليني أول شيء
بينت على الشاشة أستاذ رمزة. بين الدكتور. أوكي. يا دكتور ماجد بينت، تفضل. يلا بس لحتى أقدر أعطي الأفايف لل. إذن عنوان المحاضرة اليوم، عنوان الندوة، إشكاليات البحث التربوي في الوطن العربي. بالبداية نحن كلنا ندرك أهمية البحث العلوي العلمي التربوي تحديدا كجزء من البحث العلمي كأداة يبنى عليها لمواجهة المطالب والتحديات المستشدة بالأنظمة التعليمية. يعني البحث العلمي هو أو التربوي هو منطلق وأساس لمعالجة الكثير من القضايا التي تطال المجتمع التربوي، ربما من حيث اقتراح الحلول وتطوير الأداء وما ينضوي في إطار المنظومة التعليمية وعملياتها بهدف تحسين مخرجاتها بشكل عام. يستند البحث التربوي كما تعرفون إلى يستند إلى البحث التربوي لزيادة فعاليات المؤسسات التربوية. يعني كثير من المدارس أو كثير من المؤسسات التربوية أو من الأنظمة التعليمية تتمخى إجراء البحوث التربوية الرصينة العلمية الحقيقية من أجل تبيان المشكلات في تصنيع المعرفة الجديدة، من أجل إنتاج الابتكار للانضمام نحو مجتمعات معرفية أخرى. إذن العملية التربوية لا يمكن أن تستقيم، لا يمكن أن تسير في السكة الصحيحة، لا يمكن أن تتقدم للأمام، لا يمكن أن تتطور إذا لم تكن مرتكزة على بحث تربوي. وإلا كل ما يجري في هذه المنظومة إذا لم يرتكز على هذا البحث التربوي يمكن أن نعده عمل عشوائي عبثي. التربية التي تفتقر إلى البحث التربوي كموجه لها لن تكون قادرة على رؤية إمكانيات المستقبل، وستبقى ممارساتها أسيرة وحديثة الماضي وتقاليدها. هذا اللي ذكرته بشكل عام، يعني يمكن النظر إليه قديش أهمية البحث التربوي بالمنظومة التربوية. البحث التربوي أساس وانطلاقة لتحسين الأداء التربوي وتفعيل ورفع فعالية وإنتاجية المنظومة التعليمية وتجديدها وإضافة المعرفة إليها من أجل الانضمام إلى مجتمعات معرفية. في ضوء هذه الأهمية الكبيرة للبحث التربوي، ثمة أسئلة كثيرة تطرح عن واقع البحث التربوي العربي. ثمة أسئلة كثيرة تطرح، ما هو أولاً ما هو البحث بشكل عام؟ يعني قبل أريد أن أنطلق من بعض الأسئلة كمدخل لطرح الإشكالية. ما هو البحث؟ ما هو مفهومنا للبحث؟ طب متى يكون البحث علمياً؟ هل يكون هناك بحث علمي وبحث غير علمي؟ من هو الباحث التربوي العلمي؟ هل يمكن أن نقول أن أي باحث في ميدان التربية هو باحثاً علمياً؟ هذا سؤال. إذا أردنا أن نعرف ونحدد، ربما قد نضيء على الإشكالية والمشكلات التي تحيط بالواقع العربي بشكل عام. تعريف البحث بشكل عام هو صيرورة من العملية، سلسلة خطوات ينفذها الباحث من أجل ماذا؟ معرفة مجهول معين، العثور على مفقود، تجميع مبعثر، اكتشاف آلية، تنقيب عن أمر دفين، عن قضية دفينة، بلورة فكرة، التأكد من مقولة، تفسير ظاهرة، تعليل حدث. إذن صيرورة العمليات التي تتوخى تحقيق أحد هذه الأمور يمكن أن نطلق عليه بحثاً. لكن هذا الأمر يفضي إلى أن هذا البحث سلوك قد يكون عفوياً. يعني يمكن الواحد فينا إذا كان ممنهجاً في سلوكه يمكن أن نطلق عليه باحثاً في كثير من الأمور التي يتحرى أو يتقص عنها. لكن هل يمكن أن نقول أن أي بحث هو بحث علمي؟ هل يمكن أن نقول أن أي سيرورة في العمليات والإجراءات لتحقيق أحد هذه الأمور المذكورة على الشاشة يمكن أن نقول عليها أنها سارت على هدي البحث العلمي؟ هنا السؤال المهم، متى يكون البحث علمياً؟ يظن قصر أن العلمية تطلق على ناتج عمليات البحث أو طبيعة تلك العمليات. يعني كثر من يخوضون في غمار الأبحاث التربوية
يعتبرون أنه أن تنفيذ بعض الإجراءات أو السير على هدى بعض الخطوات للوصول إلى نتيجة معينة أكسبه صفة البحث العلمي أو الباحث العلمي. كلا، الأمر ليس كذلك. لماذا؟ البحث العلمي هو موقف أخلاقي ومهني ينفذها أو يمارس هذا الباحث الموقف الأخلاقي والمهني خلال سير هذه العمليات. إذا كانت هذه العمليات غير محاطة بأداء أخلاقي ومهني، حتما لن نستطيع أن نطلق على البحث بحثا علميا بقدر ما هو عبارة عن إجراءات متتالية. في حقيقة الأمر ليس هناك إجراءات علمية وإجراءات غير علمية، يعني مش إذا واحد بيمشي إتاب بار إتاب ستيب باي ستيب إنه هيدا ماشي بطريقة علمية، لا، هيدا ماشي بطريقة خطوة تسلسلية سيرورة، بس أنا ما في أطلق عليها الصفة العلمية إذا كانت هذه السيرورة محاطة بمواقف أخلاقية ومهنية، بل هناك موقف علمي وموقف غير علمي. العلمية لا تعني اتباع إجراء مححد أو الوقوف على مسافة واحدة من الأحداث أو ما نسميها الموضوعية. مش يعني إذا حدا بيجي بيقول لك إنه أنا مني محايد أو أنا موضوعي بإجراءاتي يعني أنا علمي، لا، ما فينا نسجن العلمية بالموضوعية. قد يكون الباحث الموضوعية شرط أساسي لتحقيق العلمية من أحد شروطه، ولكن لا يمكن أن نختصر العلمية بالموضوعية. باحثون كثر يعتبرون أن عملهم علمي فقط لأنهم كانوا على حياد ومسافة واحدة من الأحداث ولم يتدخلوا في نتيجة البحث. كلا، العلمية ليست كذلك. إذن العلمية منظور يتسم بالشك والفضول والصدق والعلمية والأمانة والشفافية والشغف، هذه الأمور التي تطبع على البحث صفة العلمية. من هو الباحث؟ بطبيعة الحال الباحث هو كل من يسير على سيرورة خطوات معينة من أجل التوصل إلى نتيجة معينة. ولكن في الميدان التربوي كما هو في الميدان العلمي بشكل عام يمكن أن نميز بين نوعين من الباحثين: الباحث المستقل والباحث الموظف المتكسب. ما الفرق بين الباحث المستقل والباحث المتكسب؟ الباحث المستقل هو الباحث العلمي الذي يعيش قلقاً داخلياً بشأن مشكلة تربوية هدفه الوصول إلى حقيقة موثوق بها عملياً وليس علمياً وليس شكلياً أو رياضياً. يتمرد على القوالب البحثية الجامدة، يحاول أن يبدع باختراق قوانين البحث التقليدية. إذن صفة الباحث المستقل هو الذي يعيش القلق العلمي، يريد أن يتوخى الحقيقة، يريد أن يتمرد على القوالب البحثية الجامدة والخطوات التي لا معنى لها، يتهرب من الشكلية، لا تعيه الشكلية في إجراء الأبحاث. بينما الباحث الموظف المتكسب، ما هي صفاته؟ ليس هدفه النتيجة العلمية، يجري البحث، لا تهمه النتيجة العلمية التي يصل إليها، لا تهمه نتيجة البحث، كل غايته الترقي الوظيفي الأكاديمي الاجتماعي ورضا كسب رضا صاحب القرار المعرفي. إذن الغاية في نهاية هذا البحث ليست غاية علمية بقدر ما هي غاية تكسبية. وهنا بداية طرح الإشكاليات التي تحيط أو المأزق الذي يعانيه البحث التربوي العربي تحديدا من اتسام صفة التكسبية على مسار هذه الأبحاث بشكل عام بنسبة كبيرة. في ضوء ما تقدم نتساءل، هل البحث التربوي العربي علميا
إذا كان لدينا نوعين من الباحثين، مستقل ومتكسب، أين واقع البحث التربوي من التكسب والعلمية؟ وأين واقع الباحث العربي؟ هل الباحث العربي باحثاً مستقلاً علمياً أم باحثاً موظفاً ومتكسباً؟ أكيد عم بحكي بالعموم. ما هو واقع البحث التربوي العربي؟ ما هي أبرز الإشكاليات التي تحيط بواقع البحث التربوي العربي؟ إذا أردنا أن نتطرق إلى كثير من الدراسات والأبحاث والاطلاعات ومعاينة الواقع، ماذا نجد؟ نجد أن البحث العربي، نتيجة البحث العربي لا تبعث على الارتياح وليست في مستوى الطموح بحده الأدنى، يعاني من أزمات حقيقية وعميقة يغلب عليه النمطية والقولبة الجامدة، الافتكار إلى العلمية، الإنجاز يتم بهدف الترقي والتكسب وليس لأغراض العلم، عدم الثقة بما ينتجه هذا البحث، عدم ثقة المجتمعات أو المستهلكين أو الذين ينبغي أن يستهلكوا أو يتعرفوا على هذا البحث، ليس لهم ثقة بناتج البحث التربوي العربي، غياب التجديد في هذا البحث، هناك نوع من التصحر المعرفي، ندور في إطار محدد ضيق لإنجاز الأبحاث، لا إبداع، لا ابتكار، لا حداثة، التقليد هو السيد الذي يطغى على كل هذه الأبحاث. ملاحظة في الحقل التربوي العربي على سبيل المثال، الذي ينتج سنوياً ما يقارب 4000 مقال في السنة، يوجد 200 مجلة بين تربوية وغير تربوية تنشر مقالات تربوية، هناك عشرات الألوف من الرسائل والأطروحات الجامعية، ماذا يمكن أن نستخلص من هذه المقالات والأطريح والرسل والرسائل؟ لا استفادة عملية لها، لا يوجد استفادة عملية، لا أفكار جديدة، تكرار للموضوعات، قولبة، تكرار دائم، نمطية في الإجراءات، يعني نتطلع ببحث بأطروحة هون، ناخد 10 أطروحات نقارنهم ببعض، نمشيهم بنفس الطريقة، اغتراب عن الواقع، نجد أن مجموعة كبيرة من الأبحاث والدراسات هي خارج سياق الواقع، غير واقعية، هي افتراضية من وحي خيال الذي قام بإنتاج هذا البحث. بشكل عام الأطروحات والرسائل ينتهي مفعولها بتاريخ مناقشتها، نسبة كبيرة من الأبحاث تنتهي، الباحث يعتبر، خصوصا الذي ينجز رسالة الماجستير والدكتوراه، يعتبر أن عمله انتهى هنا مع المناقشة، انتهى الموضوع، بينما الباحث التربوي أو الباحث العلمي ينبغي أن ينطلق من إنجاز أطروحته لمزيد من البحث، لمراكمة المزيد من المعرفة، لاكتشاف الحقائق بطريقة أكبر وأوسع وفي مجالات أوسع. كل هذا يدفعنا للقول بأن الجهد التربوي العربي والبحث العربي التربوي لم يؤدي إلا إلى إنتاج الفراغ، إنتاج الفراغ لا استفادة منه. إذن رغم الجهود الكبيرة في إنتاج البحث العربي، بطبيعة الحال تتفاوت الأمور بين دولة وأخرى، لكن حتى الدول التي تحاول أن تنجز ليس هناك إنجازاً، إنتاجاً ملموساً يفضي إلى علمية ومعرفة جديدة. نتساءل إذن في ظل هذا الواقع المرير الذي يعانيه البحث التربوي العربي، ما هي الإشكاليات التي أفرزت هذا الواقع والتي أدت إلى إنتاج فارغ دون نتيجة دون استفادة؟ بطبيعة الحال ثمة إشكاليات ومشكلات وتحديات وأزمات تحيط بهذا الواقع، منها ما يرتبط بالباحث نفسه، منها ما يرتبط بالمؤسسات الأكاديمية، منها ما يرتبط بالسياسات التربوية، منها ما يرتبط بالجامعات والمصادر المعرفة. ثمة أسباب مختلفة نريد أن نضيء على
هذه الأسباب ولكن بتفاوت. سأركز على إنجاز الأبحاث من الباحث، الإشكالية الأساسية في إنجاز البحث من الباحث. صحيح أن مشكلات أخرى تحيط بواقع البحث وتؤثر فيه سلباً كقلة التمويل على سبيل المثال، لكن أريد أن أسلط الضوء في الإشكالية بشكل أساسي إضافة إلى الإشكاليات الأخرى على كيفية إجراء الأبحاث من قبل الباحثين، وكيفية وما هي المعايير أو طبيعة الأبحاث التي تقوم الجامعات بإنجازها. الإشكاليات المحيطة بإنتاج البحث التربوي العربي، هناك النزعة العالية للإمباريكية المجردة، الأبستراكتد إمبيرسيزم، النزعة الإحصائية العالية، تجاوز أخلاقيات البحث، ضعف التفاعل بين البحث التربوي والنظام التعليمي، عدم وجود فلسفة تربوية عربية واضحة، ضعف التواصل بين المنتجين للبحث والمستهلكين له، قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، اللفظية والماضوية في البحث العربي التربوي، عدم توافر قواعد بيانات كافية، التسليع التربوي الذي يحيط بواقع البحث التربوي، ولدينا مشكلة الاختراب عن الواقع. كل هذه الإشكاليات والمشكلات والتحديات أفضت إلى ما أفضت إليه على مستوى نتاج البحث العربي. أولاً، النزعة العالية لاستخدام الإمبريكية المجردة في إنتاج الأبحاث. أولاً، ما هي الإمبريكية المجردة؟ الأبستراكتد إمبيرسيس هي عبارة عن قوالب جاهزة، وكأن البحث هو قالب جاهز نعبئ فيه المعلومات. خطوات: عبادة المنهجية على حسابة المعنى والأفكار، يعني هناك تشديد على خطوات ينبغي أن نمشي على هديها، تكرار في هذه الخطوات، القليل من النتائج الفعلية المقصود، لا يوجد هناك نتائج فعلية، هو كأنها آلة بيروقراطية فيها الكثير من البيانات قلت والقليل من النتائج، الأولوية لجمع المعلومات وتحليلها إحصائياً، يعني الإحصاء هو سيد الموقف، هو سيد البحث، الذي يحرك البحث هو الإحصاء وليست الأفكار وليست الفلسفة، التمسك بأهداف الخطوات الشكلية والكتابية. إذن يمكن أن نقول أنها تقوم على عبادة منهجية معينة، يعني في خطوة 2 3 4 5 لازم يتضمنوا البحث، خلص طالما هالعناوين موجودين بالبحث يعني هيدا البحث ماشي حاله، شو ما انا دخلت شو ما كتبت شو ما عملت مهم انه موجود انا عندي كذا وكذا وكذا. خلينا نشوف القواعد الاساسيه اللي عم تمشي عليها هيدي الامبريكيه المجرد. اول شيء بالعنوان، بمشكله البحث، مراجعه الادبيات، بتعريف المصطلحات، بجمع البيانات، بتحليل البيانات، بالأسئلة والفرضيات، بالنتائج والتوصيات. كل هذه الأمور يمكن أن نلمس الإمبرياكية المجردة بقلب كل واحدة منا. والبعض بيسمي هذه الإمبرياكية بالفارغة لأنها لا تنتج إلا الفراغ. أول شيء خلينا نحكي شوي عن العنوان. شو أزمة العناوين بالأبحاث الإمبرياكية بشكل عام؟ اللي هي عم تطغى على واقع البحث التربوي العربي. منلاحظ أنه يعبر عن منهجية البحث أكثر مما يعبر عن فكرته. يعني أنت بس تقرأ العنوان بتعرف أنه هيدا البحث شو الخطوات اللي بده يمشي فيها لحالك. مش بقولوا العنوان أو الكتاب يعرف من عنوانه. مجرد ما تقرأ العنوان تاع البحث هبتعرف أنه شو راح يصير بهيدا البحث. تاخد فكرة مسبقة صورة دغري. المطلوب من البحث هو أرقام ودلالات إحصائية. تقرأ العنوان، يعني أنا مثلاً بيجي بتطلع بعنوان، هل توجد أو مثلاً ارتباط المتغير X على المتغير Y؟ بعرف أنه أنا بدي أعمل ارتباط إحصائي، قياس درجة فعالية كذا، بدي قيس درجة فعالية، يعني أنا رايح على رقم إحصائي،
إذا أنا من خلال العنوان بقدر استكشف مسبقاً إنه هذا البحث لوين ما يخدمني. العنوان ذات قوالب، بنحط هلأ عشرات أو مئات أو ألوف الرسائل والأطروحات والعناوين البحثية، بنحس إنه كأنه في قوالب صارت ثابتة عم بتعبر فيها مفاهيم مختلفة. يعني رح نلاحظ مثلاً شو هي هيدي القوالب. طيب مثلاً عندنا قالب الأثر، مثلاً بتلاقي كتير أبحاث بتبلش بأثر وتأثير وفعالية. جيبوا أنتوا اختاروا عشوائياً هلأ مجموعة أبحاث بجامعة، بتلاحظوا أنه القسم الأكبر من هذه الدراسات ببلش عنوانها بأثر وتأثير وفعالية مثلاً. مثلاً بقلب الدراسات كمان بتلاقي في قالب المتغيرات، وفقاً لمتغير مثلاً الجندر، وفقاً لمتغير المؤهل العلمي بقلب العنوان. بتلاقي قالب المستوى، بتلاقي كتير أبحاث بتبلش بدرجة فعالية، مستوى ارتفاع، مدى فعالية. يعني قالب الملامح، يعني بتلاقي معظم الأبحاث كمان بترصد مهارات كفايات مشكلات، درجة فعالية كفايات مديري المدارس، مدى امتلاك المعلمين لمهارات التواصل الاجتماعي، المشكلات التي يعانيها التلامذة. تلاقي هالمفردات هي بذاتها عم تتكرر بغالبية الأبحاث. بتلاقي إنه القالب مقياس، بتحس خلص إنك أنت رايح صوب تمرين إحصائي، عارف حالك لوين رايح بدك تعمل إحصاء. وآخر شيء كمان بتلاقي مجموعة كبيرة من الأبحاث في عندك قالب من وجهة نظر، بتلاقي بقلب العنوان من وجهة نظر المديري المدارس، من وجهة نظر التلامذة، من وجهة نظر المعلمين. هيدا الطغيان لهيدي القوالب، الطغيان هيدا بيأشر لأنه نحن عندنا توجيه أو توجه واحد صار بشكل عام. أكيد بيبقى في استثناءات، في توجه عام للأبحاث أنها تكون إحصائية فقط. يعني كأنه صار البحث التربوي هو تمرين إحصاء رياضي للتأكد من مدى ارتباطات أرقام ببعضها البعض واستشفاف مدلول بعض الأرقام، لكن لا يؤدي إلى أي فكرة جديدة لاحقاً البحث. فقط نربط، نجد أن هناك علاقة بين المتغير ألف والمتغير باء وينتهي البحث. ماذا أفادنا البحث؟ ما الفكرة الجديدة التي قدمها؟ أيضاً هناك المشكلة البحث المعروف المطروحة. نجد أن في هذا النوع من الأبحاث معظم الأبحاث تنطلق من مشكلة معرفية من واقع يكتنفها. البحث الحقيقي ينطلق من واقع يكتنفها غموض التفسير، بينما بالبحث الأمبريكي اللي هو للأسف كمان كتير موجود بالأبحاث التربوية العربية، لا ينطلق الباحث من مشكلة معرفية، ينطلق من يقين معرفي. ما البحث، أهمية البحث العلمي أنه أنت يكون عندك مشكلة معرفية فيها غموض، بدك تروح تفسر تشوف تكتشف هيدا الغموض. طب إذا أنت عارف أنه هيدا المتغير بيأثر على هيدا المتغير وعارف النتيجة مسبقاً، عشو بتقعد تعمل البحث؟ إذن نخوض في غمار أبحاث نحن متأكدين مسبقاً من النتائج ومن العلاقات المترتبة فيها، وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليها أبحاثاً. المشكلة غالباً تكون مصطنعة وعنوان للزينة. يعني أهمية مشكلة البحث أنه دايماً يحس الباحث فيها، في معايير أو في منطلقات لطرح الإشكالية. أهم إشكالية إحساس الباحث بالمشكلة، وأيضا الاطلاع أو ملاحظة ممارسات الآخرين بالعين، الاطلاع على القراءات، هذا أساس لطرح المشكلة. كتار بروحوا هن بحطوا عنوان بحث وبيعتبروا أنه كتير حلو هالعنوان وخلينا نفتش له نحن على إلي لحتى ننجز، بس لأنه العنوان حلو. الأدبيات السابقة، يعني العناوين اللي بتتاخد، كثير من العناوين ما بيهمه الباحث إن تكون هالقد بالنسبة إلي رح توصل لنتيجة علمية، بقدر ما إنه بيحرص إنه هيدا العنوان رح ييسره الأمور الإحصائية، لأنه مدى كان الإجراءات الإحصائية متوافرة في البحث كان في استسهال لإنجاز البحث. الأدبيات السابقة، نطلع على غالبية الدراسات العربية، شو بنلاحظ؟ كيف بتجي الأدبيات السابقة؟
أول شيء شو الغاية من الأدبات السابقة أو المراجعات الأدبية؟ Literature review، يعني review de literature، شو الغاية منها؟ الغاية إنه نحن نعمل مرافعة علمية، مرافعة علمية للي قدموا الآخرين، للي عملوه قبلنا، لحتى نشوف نحن إذا في جانب بدراستهم بعضه غامض، أو مثلاً في اختلاف بتفسير الظاهرة والواقع بينه وبينهم. هيدا الغاية من الدراسات السابقة. نحن شو بنعمل بأبحاثنا؟ بنرصف الدراسات السابقة، بنحط 20-30 دراسة وراء بعض، وبنقول هدف الدراسة فلان إلى كذا، واستخدم المنهج وطبق أدوات الدراسة على عينة مؤلفة مثلاً من 70 معلم، وتوصلت النتائج الدراسة إلى كذا، ويوصل الباحث في كذا. بيرصفهم فوق بعض لدرجة إنه منلاحظ أطروحات ورسائل جامعية تلت الرسالة، إذا الرسالة لو قلنا 180 صفحة منلاقي ما يقارب 50 صفحة بس عم تحكي عن الدراسة السابقة، دون إنه هذه الدراسات السابقة تقدم لي أي نتيجة أنا تقدر تفيدني ببحث بشكل علمي، أو أنا أقدر من خلال هذه الدراسة يكون عم بعمل مرافعة علمية. إذن هذه الدراسات السابقة صارت تستغل كأنها منفاخ للبحث، توريم. أنا بدي فرجي إنه بحث كبير ليكو كم صفحة هو، أنا بيجي بسير قد ما فيه دراسات سابقة وبعتبر بس لأنه العنوان قريب. تعريف المصطلحات، منلاقي كتير بدراسات بنحط لائحة أو عنوان خاص بمصطلحات البحث، ممكن تقعد تاخد صفحتين وثلاثة من البحث. طيب المشكلة مش هون، المشكلة إيه؟ طيب إنه في مصطلحات بدأ إيضاح إذا كانت جديدة بهذا البحث، والمفروض إن هي تور يعني تبين بقلب البحث شخص، يعني بقلب متن البحث، إنه الباحث هو عم بيحكي عن نظريته أو عن فكرته، بيقول إنه هذا العنوان بيعني كذا. نحن منلاقيه إنه بعناوين أبحاثنا في مصطلحات ما إلا داعي تتعرف، يعني شو داعي واحد يعرف المدرسة؟ حدا بيعرفش تعريف؟ شو داعي إنه يعرف شو هي المدرسة الرسمية أو الحكومية أو التعليم؟ إذن كمان نحن بهيدي الأمبريكية المجردة منحط لائحة من المصطلحات، وقد ما فينا منحط اللون منلاقي من برم على تعريفات لندخلها بقلب البحث ونكسب المزيد منه. إذن رصف للمفاهيم لا تحتاج للتوضيح، التعليم، المدرسة الحكومية وغير ذلك. على مستوى الأسئلة والفرضيات، السؤال بتلاقيه صار حزورة، والفرضية هي شو الجواب؟ يعني أنت هلأ بتحذر واحد حزورة بيقول لك يا إيه لا. الأسئلة اللي عم تتكرر صارت بالدراسات البحثية على هيدا الشكل. يعني أنا بالنسبة إلي مفروض السؤال البحثي هو اللي يوجه طريق البحث، ونهاية بده يكون فيها جواب، وكل جواب بده أحصل عليه لهيدا السؤال كمان بده يكون عرضة للنقاش، ويفتح الباب أمام نقاشات وطرح أسئلة جديدة. يعني الإشكالية ينبغي أن تفتح الباب أمام إشكاليات أخرى. نحن شو بصير عنا هلأ؟ نطرح أسئلة وفرضيات، السؤال هو مثل كأنه حزورة، ومثل كيف بتلاقي هدف قياسي فقط إحصائي. هل توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين بين درجة استجابات المعلمين على تنمية المهارات العلمية لدى التلامذة من وجهة مثلا أو تبعا لمتغير الجندر؟ شو جواب اللي بكون؟ لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية. أنا شو بدأت توصلني هيدي؟ أنا إذا طلع في فروقات والله ما في فروقات، أنا شو الفكرة العلمية الجديدة اللي أنتجت ببحثي؟ فقط إنه أنا بيطلع معي إنه في فروقات على مستوى هيدي المتغيرات، لأكيد في كتير ملاحظات حول منا. إذن البحث له دور مختلف، السؤال له دور مختلف، السؤال هو المفروض يوجه البحث لوين؟ للنهاية، ومش تمرين إحصائي. جمع البيانات، بتلاقوا جمع البيانات غالبية الدراسات لأنها تتوخى الإجراءات الإحصائية، شو بتعمل؟ بتروح بتستخدم، بتكون هي بخدمة الأدوات البحث وليس العكس. يعني مفروض ما تكون أدوات البحث هي في خدمة الباحث من أجل التحقق من فرضياته تأكيدة أو نفية، من لقى الباحث هو بيوظف نفسه لخدمة الأداة، والتركيز دائما بيكون أكتر شيء على المقاييس الجاهزة، وأحسن شيء لما تكون المقاييس أجنبية. بيجي بيقول لك الباحث أنا استخدمت مقياس عامله العالم الفلاني بفنلندا،
وكأنه هيدي قمة العلم، يعني أنه هو استخدم مقياس لفلان واستخدم أرقام إحصائية وبيستخدم الاستبيان المقصود في الاستمارة أو الاستبانة. طيب في يعني في نزعة إحصائية عالية، في تجنب للبحث النوعي. الهدف دائما أو غالبية الأبحاث بتروح سوق إجراءات كمية لما إلى كتير فعالية. هناك تجنب لتحليل الوثائق أو المشاهدات أو النصوص أو الخطة، يعني في استسهال بشكل كبير للجوء للاستبيان. ليش؟ لأنه بيعمل معالجة كمية إحصائية وبيطلع لي نتائج سريعة حتى لو مش علمية. طيب أحياناً بنلاقي كتير استبيانات مبنية بيحاولوا فيها مفاهيم مجردة. يعني كيف أنت بدك تقيس مفاهيم مجردة؟ يعني حدا يجي يقول لي مثلاً يقدر يقيس لي شيء له علاقة بالتفكير، كيف بدي يقيسها مثلاً؟ بطريق في مفاهيم مجردة من الصعب قياسها، بتلاقي حاطط استبيان وبيجي بدي يقيسها. شو بيعمل؟ بيعمل استبيان بيبعته لمجموعة محكمين، وأحيانا ما بيكونوا من ذوي الاختصاص، وبقولوا له إنه هذا الاستبيان يحوز على الصدق وفيك تعتبره هو أداتك المناسبة للبحث. وهي دي مشكلة، مشكلة كبيرة. الاستبيان ممكن يحلل الأدوات التي تجسد الظاهرة، ما بتتوجه للظاهرة ذاتها بالشكل المطلوب. يعني أنا إذا بدي أشوف شيء عن المناهج، صح الطلاب بيتعلموا بالمناهج وصح الأساتذة بيدرسوا المناهج، بس هو أي أجدى إنه أنا روح جيب وثائق المناهج وحللها وشوف وين نقاط الضعف فيها وإشكالي مشكلاتها، ولا بروح بسأل التلامذة والأساتذة عن هذا المنهج؟ ليش دائما الهروب ليش دائما الهروب من البحث النوعي؟ هيدي مشكلة كبيرة، هيدي مشكلة كبيرة، هيدي أكبر مشكلة بإنتاج الأبحاث التربوية العربية. يعني مثل تاني على موضوع الاستبيان، يعني مثلا حدا بده يشوف درجة تفاعل التلامذة مع المعلم في الصف، حاطط عنوان دراسته هيك. أنت إذا بدك تشوف طلابك كيف عم يتفاعلوا مع أستاذهم بالصف كباحث، تروح تبعت لهم للطلاب استمارة انه كيف الاستاذ عم يتفاعل معهم، ولا انت مفروض تروح كنت على الصف شخصيا وتحضر عند الاستاذ وتشوف كيف التفاعل بينه وبين تلاميذه وتستخدم اداة الملاحظة وتحلل ساعتها بشكل نوعي؟ نحن لا، بنقدر نعمل استبيان ونبعته للاساتذة ونبعته للطلاب ويمكن نبعته للمدير. اذا في استسهال من اجل الحصول على نتائج كمية سريعة. اضاف الامر كذلك بالنسبة لتحليل البيانات، بنحط جداول وتحت منها بنكتب شو مكتوب بالجدول. يعني جاءت الفقرة الثالثة في المرتبة الأولى بمعدل وسطي 3.4 وانحراف معياري كذا، وجاءت الفقرة الثانية في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي كذا في رصف للكلمات. الغاية مش هو إنه حط الجدول أنا من فوق وأقعد أذكر نفس الكلمات، ما في الواحد يطلع بالجدول ويعرف أي فقرة إجت بالمرتبة الأولى وأي فقرة بالمرتبة الثانية، ما الرقم موجود والفقرة مرجوبة. المفروض نحلل ونعزل الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة، نهرب من التحليل، نهرب من التحليل لأنه نحن غايتنا إحصائية بحتة. على مستوى النتائج، كل نتائج إحصائية بشكل عام دغري بيطلع بالنتائج، جيبوا الأبحاث وشوفوا، بتلاقي غالبية الأبحاث يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية، لا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية. إن درجة ممارسة المعلمين لمهارات أو للكفايات الرقمية هي بدرجة متوسطة أو مرتفعة، كله إحصائي. طيب هذا النوع من النتائج، مع هذا النوع تنتفي الحاجة إلى وجود خلاصة. يعني أنا بدي أسأل سؤال، إذا طلع مع واحد أنه لا يوجد فروقات بين استجابات المتعلمين أو المعلمين تبعا لمتغير الجندر، أنه أنا شو بدي ناقش بعدين؟ شو الفكرة اللي عملتها؟ شو النقاش اللي بدي أفتحه؟ أنا شو المعرفة الإضافية اللي قدمتها؟ لا شيء. بالتوصيات هون الأزمة الأكبر، بيتحول الباحث لخبير ولشيخ ولواعظ بنهاية البحث، لفاعل اجتماعي. أنت كباحث مفروض بحثك
لما تعطي توصيات لمين بتعطي؟ لمين بتقدم التوصيات؟ انت بدك تقدمها للبحثين التانيين اللي بده يجي يقرا بحثك ويشوفوا كيف قادرين يكفوا بالبحث، او اذا في نقاط غامضه وانت تقول له ان انت للبحثين التانيين انه انا بحثي ما قدرت كفي هالنقطه فيه. نحن شو بنعمل؟ بنطلع بالابحاث العربيه بنلاقيها مصاغه بطريقه خطابيه وكلها احصاء خطاب بتخاطب جمهور جديد ملوش علاقه بجامعه البحثين، بيخاطبوا الوزارات وبيخاطبوا مدراء المدارس، ما بيخاطبوا جماعه البحث المفروض يستفيد. ومين قال انه هلا وزير التربيه يعني اذا عملت رجاله ماجستير انت رح يسمع انت شو كتبت، او مدراء المدارس ما بيعنيهم هذا الموضوع. انت مفروض كباحث توصياتك للبحثين التانيين لحتى يمشوا على بحثك ويشوفوا الغموض في وين كان، يعني بشكل يفتح الباب امام متابعه البحث بشكل جديد بطرق او اتجاهات مختلفه. او روح اجي اقول له للباحث انا انه انا عملت مثلا بحثي بهيدي المحافظه او لهيدا النوع من العينه، انا كنت حابب اعمل لعينه تانية لشوف اذا بيطلع، شوف اذا بيطلع نفس النتيجه. يعني يكون الخطاب موجه لمجتمع الباحثين للجماعه العلميه. هيدا بشكل عام، هيدي الامبريكيه المجرده اللي كلها بتروح صوب الاحصاء والشكليه اللي هي عن جد كانت السبب الاساسي بمأزق البحث التربوي العربي. اضافه للامبريكيه المجرده في اشكاليات تانية اكيد ما راح احكي بالتفصيل اللي مشيت فيه، بس انا بعتبر لان كثير هيدي النقاط بتهم الباحثين ولازم يلتفتوا لها، انه قدر الممكن يتجنبوا هيدي النقاط لحتى يكونوا باحثين فعليين، ما يغوصوا بغمار هيدي الامبريكيه المجرده اللي بتقوم على الشكليه فقط واجراءات تسلسليه ليس الا. خطاب وعظي لنا للتلميذ وللاهالي، والتوصيات مفروض تتوجه للجماعه العلميه. بشكل عام شو الفرق بين الامبريكيه الفارغه والتحليل والتفسير اللي هو البحث العلمي الحقيقي؟ هيدي بتلخص كل اللي حكيته بهود النقاط. بيتجنب الوقائع بالامبريكيه الفارغه، الوقائع الحقيقيه بيتجنبها. بيراجع الادبيات ملخصات، رصد ملخصات متتاليه. بس بيهتم بالفرضيه، يوجد ولا يوجد فروقات. القياس هو هدف. هدف البحث، القياس بيستخدمه كهدف وليس كوسيله. النتيجه علاقات احصائيه داله وغير داله. الهدف من البحث تمرين شكلي ليس الا. موضوع البحث كمان قياس تمرين. العنوان يخبر عن المنهجيه، بتطلع انت بالعنوان بتعرف البحث لوين رايح لحالك. بينما بالبحث العلمي النوعي في تحليل للوقائع مش تجنبها، مش بهرب منها. الادبيات بعملها مرافعه، بقول انه هيدي الادبيه قديش كان فيها خلل ولا لا، فيها تناقض مكتملي غير مكتمل. القياس هو وسيله، النتائج مش بتكون ارقام احصائيه، النتائج هي افكار مضافه. الهدف البحث مش تمرين شكلي على المنهجيه، الهدف من البحث هو تفسير ظواهر والكشف عن مجهول في واقعة معينة. موضوع البحث بده يكون قضية حقيقية، مش إنه أنا بدي أشوف ارتباط بين متغيرين. العنوان لازم يخبر عن فكرة، عن جد عن فكرة فعلية علمية، مش يخبر عن منهجية الرضا. أو مثلا مش بنقول درجة امتلاك مديري المدارس أو الأنماط القيادية لمدير المدارس وعلاقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين. ما واضح العنوان، واضح انه انا بدي استخدم استبيان. هلا حطيت عنوان من عندي، واضح انه انا بدي استخدم استبيان من قسمين، شيء متعلق بالانماط القياديه وشيء ارقام متعلقه بالرضا الوظيفي. بطلع انا المعدل هون والمعدل هون وبشوف اذا في ارتباط بيطلع معي. هيدا غير المشكله الكبيره تاعت الاستبيان اللي انا يمكن ما تطرقت لها. اللي ممكن تقول هيدي النتائج الكبيره المتعلقه بالاستبيان اللي بتحكي عن ازمه الاستبيان ذاته. النقطة الثانية هي مثل ما قلنا النزعة العالية في استخدام الإحصاء، واللي هي بتكون تكملة اللي حكيته. نحن بنعرف إنه الأبحاث ثلاث أنواع على مستوى، يا بيكون بحث كمي يا نوعي يا مختلط، يعني كمي نوعي ميكست يعني ميلونج. بواقعنا بالبحث التربوي العربي بنلاحظ عدة أمور. عم نلاحظ إنه التجنب للبحث العلمي النوعي اللي حكيت عنه اللي بيعتمد على تحليل النصوص والمقابلات والملاحظات، إقبال على الدراسات الكمية، يعني بيستخدم أكثر شيء استمارات واختبارات تحصيلية ومقاييس
الباحث يراهن على إنجاز منتج بحثي. ليش؟ مش من أجل الوصول إلى فكرة أو معالجة قضية علمية. كل همه يحصل على ترقية، إنه أنا والله بدي أعمل بحث بس لأني بدي أخذ ماجستير، أو بس لأني بدي أخذ دكتوراه، أو لأنه أنا هلأ الجامعة بترفعني لرتبة البروفيسور إذا أنجزت 4، 5، أو 7 أبحاث. إذن الغاية تكسبية أو لرفعة اجتماعية أو أكاديمية، أو أنا بصير مسؤول بالحزب الفلاني إذا صار معي شهادة ماجستير أو دكتوراه. إذن غالبية الأبحاث تنجز لغايات تكسبية، وهذا مشكل كبير. عشان بنروح صوب بنروح صوب الأبحاث اللي بتركز على الإحصاء لأن سهل إنجازه، وما فينا نفوت كثير بغمار وما بتبين عن قضية. تاني إشكالية هي متعلقة بأخلاقيات البحث. في عنا أزمة كبيرة على مستوى البحث العربي على نفس سير البحث العلمي. في تجارة كبيرة للأبحاث، هيدا ضربت من مصداقية البحث التربوي، يعني بطل في إيمان فيه، يعني الجماعة المفروض تطلع عليه بتبطل تطلع عليه. في تزايد ظاهرات الانتحال العلمي، نتائج الكثير من البحوث غير واقعية ومختلفة عن الواقع. في تنامي ظاهرة الادعاء العلمي، تغليب الشخص مسرح الشخصية على حساب الموضوعية العلمية، مثل ما قلت هلأ هو الغاية الترقي بغض النظر عن منهجية العمل وغياب الصدق. كثير من الأبحاث نتائج وهمية، استلال عالي، استلال يعني نسخ مثل ما هو. يعني أنا شايف أبحاث صدقاً 90% من الإطار النظري بدراسة منقول حرفياً عن دراسة تانية حرفياً. يعني الباحث هيدا أو الطالب الجامعي مش مكلف حاله عناء بس إنه حتى يعيد إعادة صياغة للإطار النظري. الإشكالية الثالثة هي ضعف التفاعل بين البحث التربوي والنظام التعليمي. بنلاقي كل حدا بمطرح النظام التعليمي بوادي والبحث التربوي بوادي. المنطق بيفترض إنه قبل ما المنطق يفترض في محدودية بالتواصل، ما في تواصل أساساً، في فجوة كبيرة. لا البحث التربوي بيتوجه للنظام التعليمي ليطوره ويجدده، ولا النظام التعليمي بناء دوره بيتوجه للبحث التربوي يستفتيه ويستعين به. أبداً في انقطاع، ما في علاقة، مع أنه لازم يكون في علاقة دينامية بيناتهم. دائماً النظام التعليمي يستنهض بواسطة البحث التربوي، والبحث التربوي يكون في خدمة النظام التعليمي لتقصي مشكلاته من أجل تطويره والنهوض به. في انقطاع، طيب لما يكون في انقطاع شو الغاية من إنجاز الأبحاث؟ شو الهدف منه صارت أبحاث أو صارت منجزات شخصية وليست بهدف تطوير القطاع التعليمي؟ وكلما كان والأنظمة التعليمية العربية هي أنظمة تقليدية غير تجديدية، فطبيعة الحال البحث لا قيمة له ولن يكون إلا تقليديا وغير تجديديا. ما في فلسفة تربوية عربية واضحة للأسف. لو في فلسفة تربوية عربية كانت الأمور أفضل. غياب هيدي الفلسفة ما بتخلق أي جدوى من وضع استراتيجي للتطوير، لأنه أنتم بتعرفوا أنه أي تخطيط أو أي أهداف عامة بترتكز لفلسفة. طب إذا أنا ما عندي فلسفة، على أي أساس بدي أبني نظام التعليمي أو بدي أبني استراتيجياتي بالتطوير والتحسين؟ لأي فلسفة بدي أرتكز؟ دائما الأنظمة التعليمية والتربوية ترتكز إلى فلسفة تربوية. طب غياب هيدي الفلسفات مشكل. كمان غياب هيدي الفلسفة بيخلي البحثين ضايعين، يعني هن بيفتقدوا الرؤية. بتلاقي كتير أبحاث بتطلع الباحث نتيجة بس ما بيركب بده يعالجها، يبررها، يفسرها. منلاحظ هيدي غياب الفلسفة بتخلي الأبحاث في إطار ضيق، بس بتقتصر على بعض المتغيرات لأنه صارت محدودة. عدم الارتباط بمدرسة فكرية معينة، معاش قادرين البحثين يعطوا تفسيرات، ما قادر أعطي تفسير أنا للنتائج اللي طلعتها أو استخلص مؤشرات. بيطلع البحث بلا نتيجة محللة مفسرة. قلة الموارد المالية، أكيد كلكم بتعرفوا هذا الموضوع للأسف. يعني ما في تخصيص موارد مالية كافية للبحث العلمي بالوطن العربي. هلا بتتفاوت الأمور شوي بين دولة ودولة، في دولة بتدعم أكثر، بس بشكل عام بسنة 2004 اليونسكو عمل دراسة تبين معهم أنه 0.3 من الناتج القومي العربي الإجمالي ل 22 دولة
بس بيعطوا موارد ماليه للمخصصات العلميه للبحث العلمي. واكيد بتتفاهموا هلا مع ظروف الاقتصاديه الصعبه صارت الامور اصعب واصعب. طيب هذا شو بيعني؟ لما انت في ابحاث تحتاج الى المال لانجازها والمال مش متوافر، اي بحث بدك تنتج؟ هل بحث جيد عنده جوده في قيمه له؟ كمان في مشكله، القطاع الخاص ما بيشارك، القطاع الخاص ما عنده مشاركه، يمكن كان داعم بس ما بيدعم، ما في ضعف، في ضعف تواصل بين المنتجين للبحث والمستهلكين له. يعني انا كباحث منتج بحثي مفروض يشوفه باحث اخر او مفروض يطلع عليه مثلا المسؤولين عن اتخاذ القرار التربوي، ما في، فيش تواصل. الباحث بينتج بحثه لا باحث تاني بيشوفه ولا متخذي القرار التربوي بيشوفوه. شو السبب ليش هالانقطاع؟ لانه بسبب رداءة البحث. ليش رداءة البحث؟ لانه المشكلات، معظم المشكلات هي مشكلات وهمية مخترعة. منركز على الاستبيان اللي هو استقصاء آراء ومنروح صوب معالجة كمية، واهتمام بإجراءات شكلية ليس إلا، ما في قضايا حقيقية فعلية تطرح وتفسر بطريقة علمية لحتى تستنهض الواقع التربوي. في عندي اللفظية والماضوية بالبحث. شو يعني لفظية؟ يعني في عندي تنظير بهذا البحث، كتير حكي كتير 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 بس فيش إمكانية لنفذه. تنظير منفصل عن الواقع، عدم إمكانية التطبيق. الماضوية بنتج أبحاث مرتبطة مشكلات ماضية، يعني عفى عنا الزمن، يعني بحكي بعدني بقضايا أنا صرت بالقرن المتقدم جدا 21 وآخر شيء أنا ما قادر أحكي إلا عن قضية عفى عنا الزمن ولم تعد صالحة غير موجودة. طب بعد ليش بعدك عم بتناقشها؟ ليش هالإنغماس بالماضي؟ ما قادر اطلع من الماضي. لا، البحث لازم يتوخى التجديد واستشراف المستقبل من اجل التطوير والتجديد. عدم توافر قواعد بيانات، في مشكله كبيره بالابحاث. اول شيء ما في وجود بيانات، احيانا ما بنلاقي بيانات مفروض تكون موجوده. بنروح على الوزاره الفلانيه بدنا نجيب مثلا معلومات، بيقولوا لنا ما في، علما المفروض يكون عندهم معلومات. طيب، او ما في مصادر للمعلومات الإلكترونية حتى هلأ قليلة، بس قديش نرتكز عليها ما بعرف. وما في تعاون بين المؤسسات الرسمية والخاصة مع مطالب الباحثين. يعني كتير باحثين بيروحوا على مؤسسات بده يطلبوا معلومات ما بيعطوهم. هيدي مشكلة، لأنه ما في ثقة بالأكاديميين. وكمان عدم الثقة بالأكاديميين مرتبطة بكتير أمور، مرتبطة بالأنظمة السياسية والاجتماعية الموجودة بالمجتمعات. لأنه كأن الناس نمطت انه في خوف من البحث، هذا البحث مش لازم نعمله، او في خوف شو اي غايات، هل غايات يمكن يأذيني؟ يعني مدير مدرسة كتير ما بيتعاون مع باحثين. ليش؟ بيخاف انه تطلع نتائج النتائج تاعت الاستبيان مثلا كتير سلبية تجاهه، ما بيخلي الباحث يعمل بحثه، او ما بيسمح للباحثين انه يعملوا ادوات او يفوتوا مثلا يعملوا مقابلات او يشاهدوا بالصفوف، بحاول يتهرب. كيف انا بدي احصل على داتا؟ طب انا اذا بحثي قائم على مقابلات او على ملاحظات وانا غير قادر افوت على المجتمع البحثي لحتى احصل على هذه الداتا، في عنده خيارين هذا اللي عم يعمل البحث، يا يعني انه بده يحط ارقام وهميه لحتى ينجز بحثه، او بده يعمل او يحصل معلومات بطريقه غير مكتمله، او يلجا لادوات. يعني هو مفروض كان يفوت يحضر عند المدير بالصفوف، قال له المدير ما تخليك تحضر، ما فيه، ابعت استبيان، اضطر يبدل الملاحظة بالاستبيان وحصل على معلومات على أدوات أو على بيانات رقمية بطريقة لا تمس الظاهرة وإنما حولها. التسليع البحث التربوي، في كتير تجارة بالأبحاث أساءت للمصداقية الأبحاث. للأسف نظرة غالبية الباحثين صارت تكسبية من أجل الترقي، حتى تحكيم الأبحاث صار يخضع للتجارة. شوفوا كتير مجلات علمية تدفع $200 و$300 و$500 بس إنه أعطيني مصاري وأنا مستعد أنشر لك بحثا. هذا يضرب مصداقية البحث مقارنة بالمجتمعات المتقدمة اللي بياخد أحيانا البحث تحكيم وسنتين أو سنة ونص ليردوا على الباحث، ويمكن يقولوا له بحثك غير مقبول لأنه لا يستوفي المعايير العلمية. ممكن أنت بشهرين بشهر أو بعشرة أيام تنشر بمجلة بس مقابل دفع الأموال.
لما يكون في عنا هذا الواقع، أي نتيجة ممكن ينتج البحث التربوي العربي؟ آخر نقطتين، الاقتراب، بنلاقي كتير اقتراب عن الواقع بهيدي الأبحاث غير مرتبطة بالواقع. وعندنا سلطوية الجامعات، كتير جامعات بدول عربية، لأنه بيكون المشرفين على هيدي الجامعات معينين سياسياً من أحزاب معينة، بيخافوا بيضبطوا الحركة الأكاديمية، يعني بتدخلوا بالعنوان وما بيخلوا الطلاب مثلاً أو الدكاترة اللي عندهم يتطرقوا لموضوعات محددة. إذن هيدي أزمة. ما المشكل إذا كان هيدي القضية قضية جريئة تعالج مشكل؟ لبنان يعني حسب الدراسات يكاد يكون الدولة العربية الوحيدة اللي فيه حرية أكاديمية واسعة جداً، يعني ما في مشكل، يعني الأبحاث اللي عم تنكتب بشكل عام ما عم تتعرض لأي مضايقات أو في ضبط حرية بشكل عام. هلأ بيضلوا حتى لبنان بيضلوا في استثناءات، بس عم بحكي بشكل عام. غياب التقصي عن التعليم، تلقين المعرفة اليقينية، يعني بتلاقي الطالب بيوصل على الماجستير، قبل الماجستير ما بيخلوه يكتسب مهارات البحث التربوي، كله مقررات حفظ 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 حفظ، فجأة بيلاقي حالته الماجستير بيعمل بحث. يا خي انت مفروض الأنظمة التعليمية والمناهج تدرب التلميذ من المراحل التعليم الدنيا لحتى يعمل تقصي من المرحلة الابتدائية، يعرف كيف يبلش بأبحاث صغيرة علمية ويبلش يزيد مهارته ويوصل على المرحلة الجامعية والمراحل العليا بالمرحلة الجامعية عنده هالفكر العلمي. لا نحن بيوصل ما بيكون كله تلقين، بيوصل على الماجستير بسرعة بيعمل بحث وبيصير بحث علمي. أكيد هيدا مشكلة كبيرة. بتشكر حسن إصغائكم وبتمنى أكون وفيت لتأدية أو إضاءة على ما يعتري هذا البحث واقعا في عالمنا العربي. شكرا لكم. شكرا دكتور ماجد هالمحاضرة الغنية. أنا أسئلتي رح خليها لآخر شيء. بنفتح هلأ باب الأسئلة إذا حدا بحب يسأل دكتور ماجد أي سؤال بالنسبة للمحاضرة اليوم. ممكن يسألوا، فيكم تسألوا عبر الشات. عفوا عندي سؤال لو تكرمتوا. تفضل. طيب دكتور عفوا، انا باحث دكتوراه في تخصص اللسانيات، وعندي اشكاليه فقط، يعني الى الان مشكلتي اني عامل الداتا في الكواليتاتيف والكوانتيتيف، فالمشكله هنا الى الان اغلب الباحثين وانا واحد منهم نواجه مشكلة في موضوع المز أو الخلط ما بين الـ يعني في الميكس ميثود أبروتش، ف يعني إلى الآن لازالت مشكلة أعتقد أغلب الباحثين يواجهوها في التحليل في الاس بي اس اس، وأيضا لما تجمع أو تقارن تجمع ما بين الكواليتيف والكوانتيتيف، يعني مثلا أنا معي بريتس بوست تيست وعندي كويستشنير وفي نفس الوقت عندي كمان انترفيو، ويعني على أساس في الكواليتيف والكوانتيتيف، فهنا يعني إيش الطريقة الأنسب أني يعني أوصل إلى حل تجمع ما بين الثنتين؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أغلب اللي أستشيرهم زملائي والسينيور يعني يقول لك اترك موضوع الكواليتيتيف وخليك على الكوانتيتيف من أجل أنك تتخارج في الأخير، موضوعي أصلاً يتطلب في نفس الوقت يتطلب أنه يكون ميكس ميثود، ففي هذه الحالة يعني كيف أو إيش الحل في جانب المزج أو الخلط ما بين الكواليتيتيف والكوانتيتيف؟ أو أنه هل مقترحهم فعلاً يعني من أجل أني خلاص أخلص وأكمل الدكتورة أترك جانب يعني الجانب الآخر أني ما بعملش الانترفيو؟ فأعتقد وضح السؤال، شكراً جزيلاً لك. شكراً. أكيد أنا بالنسبة لي أنك أنت تتطرق للنوعين الكمي والنوعي أفضل من أنك تضلك ماشي على الكوانتيتيتيف، لأنه إذا بتلاحظ معظم المحاضرة هو أنه نحن عم نغوص بالكوانتيتيتيف بالكمية، والبحث لما يكون كمي فقط إحصائي ما بيقدر يفسر الظاهرة. أنت لما تروح بدك تعمل انترفيو مقابلات، ممكن من تحليل المقابلات تقدر تستشف
وتعرف من خلال التحليل، تحليل هذه المقابلة وما ورد في مضمونها، ومن طريق طرح الأسئلة مع العين اللي إلك، تقدر تشوف نقاط ما بتقدر تشوفها بشكل علمي بقلب الاستبيان. الاستبيان في كتير يعني ما بيعطيك صراحة نتيجة موضوعية، لنكون واقعيين. الاستبيان كتير في ملاحظات عليه، صح ممكن تحصل عليه، تحصل على نتائج كتير عالية، بس أنا بالنسبة لإلي هو التحليل، تحليل المقابلة هو الأساس، وهذا بيخدك لتفسير النتائج الممكن يساعدك ممكن بتفسير النتائج أكثر طلعتها من خلال المعالجة الكمية. بس لما تطرح سؤال أنت بالمقابلة على، أو يكون عندك سؤال من خلال الإجابات، ممكن تعمل عملية تحليل وتفسير بطريقة علمية لحتى تحصل على بدك إياه، مثل تحليل المضمون. يعني ممكن أنت تقرأ لحالك، تقدر تربط الأمور ببعضها بطريقة علمية نوعية لحتى تطلع النتائج اللي بدك إياها. يعني متكون مرتكزة على منهج علمي أدق. لا، أنا بفضل أنك تضلك بالميكس، يعني ما تحاول تمشي بالك. هلأ إذا بتخلص بحثك بنكون نحن كل المحاضرة اللي قلنا اللي عم نحاول نهرب منها، اللي عم نحاول نجي نقول أنه معظم أبحاثنا هي كمية، مثل ما قال لك زميلك، هيدا يصاب في اللي أو بخدمة اللي أنا كنت عم بحكيه، أنه نحن يعني نذهب إلى البحث التكسبي بهدف إنجاز الأطروحة أو رسالة الماجستير أو الترقي الوظيفي أو الأكاديمي. هيدا بشكل عام عم بيصير عنا. لا، خليك ماشي على اثنين، هذا بيعطي غنى لبحثك وبيعطي مصداقية أكتر، بتكون متوجه أكتر بعلمية ببحثك، يعني بتكون أكثر علمية. السير على الاستبيان فقط من أجل تحصيل أرقام إحصائية يضعف البحث ولا يقوي. حدا بحب يسأل دكتور ماجد سؤال بعد؟ إذا تسمحي لي مدام أو دكتور رمزة. نعم، تفضلي ملاك. أنا أول شيء بحب أتشكر دكتور ماجد على هذه الإضاءة القيمة، حيث باتت رسائل الماجستير أو حتى رسائل الإجازة في مكان ما مجرد وسيلة لإنهاء مرحلة معينة، خاصة عندما أصبح الطلاب يستعينون بمكاتب تنجز عنهم أبحاثهم. ولكن أبرز ما لفتني هو الإضاءة على أسلوب الطرح، فكيف لنا أن نرتقي بالأبحاث وأن نحولها لبرامج تعليمية تربوية تطبق على أرض الواقع؟ كيف تلاقي هذا الشيء دكتور ماجد؟ يعني نحن مثلا اليوم نحضر بحث جديد بعناوين جديدة، وصارت كل الأبحاث عم تتحدث بطرق معينة، أو عم تكون copy paste لأبحاث تانية أو امتداد لإله، وعم تقدم إذا قدمت إضافات بسيطة جدا. كيف نحن ممكن أن نقدم أشياء جديدة لهذه الأبحاث أو لهذا الواقع اللي نحن فيه، وأنه نقدر نطبقها؟ يعني مش أن نحن نخلص من رسالة نطبعها تنكب بمكتبة الجامعة حتى الطلاب ما يقروها، كيف ممكن نخلص بهذا الشيء برأيك؟ شكراً. نعم سيد ملك، شكراً على السؤال. أكيد الجامعات متورطة أساساً برداءة البحث التربوي، يعني الجامعات هي اللي عم تفرض على الطلاب انه يصيروا على المنهجيه الامبرياليه الفارغه او المجرده، هي اللي عم تلزمهم بهيدي الخطوات بكون تمشوا، هي اللي عم بتخلي معظم الطلاب يروحوا، ما بيخلوا الطالب يكون مستقل، عم بيجبروه يكون طالب متكسب وموظف يسير بطريقه غير علميه. اكيد لازم اعاده النظر بالمناهج الجامعيه، انه لازم تتوخى، يعني لازم تتوخى تكون الأبحاث هي أبحاث علمية. في مشكلة كبير. أكيد الجامعات هي متورطة وهي اللي عم تحط أساساً الباحثين على هذه السكة بشكل كبير. يعني إذا لما أنا بعمل إضاءة إنه معظم الأبحاث هي أبحاث كمية، الجامعات هي المسؤولة لأنها لم تطور ولم تعمل على تطوير مهارات البحث العلمي لدى التلامذة. أكيد الجامعات بتعرف إنه هذه الأبحاث ما لها نتيجة لأنه هي أبحاث كمية وتدور في قولبة معينة من العناوين. هذه مشكلة كبيرة. أكيد هذا مرتبط بالسياسات التربوية، وضع فلسفة تربوية جديدة عربية مهم، النظرة إلى التجديد في البحث التربوي العربي، هذا مهم
لأنه نحن ماشيين بالتقليد الأعمى بشكل كبير على مستوى الأبحاث، وهي دي مشكلة. يعني أكيد أنا بضوي عليها للمشكلة وبقول وين هي، وبقول إنه هيدا النوع من الأبحاث هو مش لازم يكون بنفس النسبة الموجودة فيها. مش يعني إن أنا زادت الأبحاث الكمية يعني إنه أنا صار عندي زيادة معرفة أبداً. لو عملت 10,000 بحث باليوم كمي وكله إحصائي، ما بيوصل، ما بيعمل زيادة معرفية. الزيادة المعرفية بتكون لما أوصل لفكرة جديدة. هيدي الفكرة الجديدة بتحطني بتضيفني على مجتمع معرفي جديد. إذن لما نحن نبلش ندرب طلابنا من إنه صغار يكونوا باحثين مستقلين علميين بمناهجنا التعليمية ومناهجنا الجامعية، نقدر نطور. بس طالما نحن بعدنا عايشين أو سيرين على طريق الأمبريكية المجردة، اللي هي بتمشي على السلسلة أو على فينا نقول يعني خطوات صنمية وإجراءات تقليدية لازم تكون موجودة، مثل كأنها طقوس بقلب البحث. إذا مش موجود العنوان أو مش موجود مصطلحات البحث، يعني بحثك ما بيسوى كبه أبداً. مش هيك، هذا أكيد بدأ إعادة نظرة بالنظم التربوية وإيجاد فلسفة تربوية مهمة. يعني دكتور ماجد، أنت برأيك أنه نحن لما نعمل دمج بين المنهج الكمي والمنهج النوعي، حيث أن المنهج الكمي يؤكد على المنهج النوعي، يؤكد على نتائج المنهج النوعي، على أن تكون الأدوات المستخدمة نوعياً تخدم البحث بشكل يقدم معرفة جديدة للعالم الذي أو للوسط الذي نعمل عليه. طبعاً كل ما كان المنهج، يعني ممكن هلأ أنا بالنسبة إلي، كل ما كان أنا عندي أدوات أفضل أكثر متنوعة تقدر ترصد الظاهرة الموجودة، كل ما أنا أقدر أكشف القضية أكثر وتحقق منها أكثر. وبالتالي باستخدام بعض الأدوات تتطلب أنه أنا أعمل تحليل نوعي. يعني إذا أنت عملت ملاحظة بدك تعمل التحليل نوعي، أو إذا عندك تحليل المضمون مثلاً لأمور مندرجة في محتوى الكتاب المدرسي، بالوقت ذاته أنا مثلاً عامل استبيان لأسأل عن شيء أم باراليل معه، أكيد هيدا بيكون عم بيعطي غنى لحتى أفسر النتائج اللي طلعت فيها. مع أنه أنا بالنسبة إلي المصداقية قد تكون أقرب لما أقوم أنا بإنتاجه أو بملاحظته أو بتحليله عن الاستجابات التي أحصل عليها من الآخرين. شكرا جزيلا دكتور ماجد، شكرا كثير لك. باب الأسئلة ما زال مفتوح، من بحب يسأل سؤال؟ أنا الحقيقة إذا تسمحي لي، هو مش سؤال في الواقع، ولكن بكل أمانة وبدون مجاملة، الحقيقة أنه يعني المحاضر العظيم يعني كفى ووفى، يعني ما تفضل به والله أنه يعني يجول في خاطرنا بجوز مش يوميا إنما كل ساعة. فعلا ما تفضل به يعني لم يترك نقطة واحدة دون معالجة ودون إشارة إليها. والواقع أنه للأسف يعني كلنا نعاني من هاي الظاهرة في اعتقادي في كل الدول العربية بلا استثناء. ولكن يعني نتمنى أن يكون هناك مجال للإصلاح، لأن المشكلة الإصلاح ليس بيدنا، إنما الإصلاح بيد أصحاب قرار قد يكون لهم مصلحة أصلاً في هذا الواقع الذي نعايشه. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور الفاضل ماجد على ما تفضل به، لأنه بكل أمانة وضع يده ليس على جرح واحد، وإنما على عشرات الجروح التي نعاني منها في واقعنا البحثي العربي. كل روتين، كل تقليد، كل تجارة، وكما تفضل حتى الأبحاث أصبحت يعني عبارة عن وسيلة لغاية. بمجرد ما الواحد حصل النتيجة التي يريدها، وهي في الغالب مثلا الترقية في مستوى العمل الجامعي، للأسف ينتهي كل شيء. وهذا واقع لا شك بأننا نعيشه بكل أسف وبكل ألم. شكرا جزيلا مرة أخرى. شكراً ونفع الله بك وبعلمك. شكرا لك لما دخلتك.
شكرا دكتور سليمان. مين بحب يسأل دكتور ماجد؟ طيب دكتور ماجد أنا عندي كم سؤال. في حدا تفضل. شكر، كل الشكر لأستاذ ماجد، محاضرة قيمة جدا، فأنا بنحييكم من قارة إفريقيا، المحاضرة قيمة جدا، ونحن بنعاني طبعا من مسائل تتعلق بالبحوث في إفريقيا كذلك، والجامعات تؤمن بمبدأ السلطوية كما وصف به بعض سعادة الدكتور، وكيف يمكن للطالب أن يتجاوز هذه المسألة في ظل وجود أن بعض الجامعات التي ندرسها يؤمنون بفكرة يعني تلقين أكثر، هل من توجيه إلينا في هذه المسألة؟ للأسف أستاذ، هذا واقع الجامعات، ممارسة السلطوية يعني أمر منتشر في بلدان الدول العربية. هذه السلطوية لا تنتج إلا القهر أو الفراغ، وهذا أمر متقصد. إعادة النظر بسياسات التعليم، أنت تعرف أن الأنظمة التعليمية مرتبطة بالأنظمة السياسية، لا يمكن الفصل بين الأنظمة التعليمية والأنظمة السياسية. التطوير يكون على أيدي الأنظمة السياسية. متى أرادت الأنظمة السياسية تحسين الواقع واستثمار في الواقع التربوي والتعليمي من أجل النهوض بمجتمعاتها وتحرير الشعوب فكرياً، ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات أو على التفكير الناقد؟ هذا مهم، لكن بشكل عام في المجتمعات العربية هناك قتل للفكر النقدي، وهذا مطلوب حقيقة الأمر. سلطوية الجامعات هي أمر متقصد، الممارسات أمر متقصد، المناهج التقليدية البالية أمر متقصد، السير على الإمبريالية المجردة هو أمر متقصد، لأنه متى أنت أصبحت باحثا علميا مستقلا، أنت سوف تكتشف وتتقصى وتتحرى وتكون ناقدا علميا يشير بالإصبع إلى المشكلات في جوهرها. لكن الواقع هم يدركون، الأنظمة السياسية بشكل عام، أنه ليس من مصلحتها أن يكون هناك فئات وأفراد علميين في المجتمعات قادرين إلى النقد والتصويب على الخطأ وملاحقة الممارسات السياسية غير المقبولة. هم يريدون التلقين لأنهم يريدون أن ينتجوا شعوباً داعنة خاضعة تتقبل ما يملى عليهم، لأنهم متى كونوا هذه الشخصية أو نجحوا في إنتاج وصقل هذا النوع من الشخصيات التي تستقبل دون أن تقدم أي نقداً، لن يكون هناك تطوير. هذا يحتاج إلى ثورة، يعني ثورة شعوب في وجه الأنظمة. الأنظمة يجب أن تغير في سياساتها، وكلنا أمل إن شاء الله أن تتغير الأمور لمصلحة ما ينهض بهذا الواقع العربي، لأن الواقع التردي العربي ليس مقتصراً على الواقع التربوي فحسب، وإنما هو يشمل مختلف المجالات الحياتية والاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية. دكتور عفاف تفضلي، فيك توجه سؤالك لدكتور ماجد. السلام عليكم، يعطيكم العافية.
معكم الدكتور عفاف جبريل، دكتورة إدارة تربوية من الجامعة الأردنية، مديرة مدرسة حليف وزارة التربية والتعليم في الأردن، وكيل لمؤسسة ترجمان العرب الخاصة فرعها في مصر وفي دبي، الآن في فرع جديد في الأردن، ومستشارة في منصة إيفاد ونائب رئيس لوحدة النشر العلمي لمجلة إيفاد العلوم الإنسانية والاجتماعية. طبعا برحب بجهود الجميع في هذه الندوة، وكل التحايا لحضرتك دكتور على عطائك المستمر. طبعا دكتور ماجد جابر، أنا بسمع عن عملك الجاد، وإن شاء الله دائما وأبدا يكون في إنا لقاءات متعددة ومشاركات سويا بإذن الله تعالى. أنا حاب أحكي بمداخلة بسيطة في موضوع إشكالية البحث التربوي في الوطن العربي. طبعا بحكم العمل العام إحنا أكيد في بيكون في بروتوكولات بتكون مقيدة نوعا ما لبعض المشاركين في البحث العام، إن كان على صعيد يعني باحثين ماجستير أو دكتوراه، أو حتى إذا كان منتمين في أعمال الاستشارات التعليمية أو البحثية. بس حاب أحكي شغلة كتير مهمة، إنه الدافع العام القوي لإلنا هي وجود بعض يعني بوادر أو مبادرات ممكن تخترق هذا النظام المتعب أو الروتين القاتل في عملية الضغط على البحث التربوي في الوطن العربي. حاب أحكي أنا بس يعني مبادرة قمت فيها خلال الفترة السابقة كمدير مدرسة في منطقة بعمان، لواء في داخل لواء، كان في مدرسة حكومية، في عندي فرصتي أني أنا أستطيع، عندي فئة تعليمية من الصف الأول وحتى الثالث الأساسي، نستطيع باحث تربوي أن يقوم بعمله ضمن هاي الفئة المستهدفة. الآن تطرقت لي الظروف أني أتعرف على باحثة في لبنان ماجستير بتحضر لرسالتها، وكانت النقطة أنه يجب أن يقوم عملية تنفيذ للإجراء الخاص في البحث الخاص فيها، والإجراء لم يتم وذلك بسبب إغلاق المدارس ولم تستطيع القيام بذلك. طبعا هنا إحنا استطعنا من خلال متابعتنا مع وزارة التربية والتعليم الأردنية يكون في تطبيق للطالبة الموجودة بالجامعة اللبنانية في داخل مدارس الحكومية في عمان الأردن، وتم ذلك عبر متابعتنا للدؤوبة أخذ الموافقات وعملية تطبيقها في داخل المدرسة. الآن أنا بالنسبة لي فرحتي أنا كمدير مدرسة أني أحاول أني أنا أرتب في الفجوة الموجودة في البحث اللي عندها، اللي هي أصلاً فجوة عامة، وأكيد إحنا بنكون سعيدين جداً أنه طلابنا أنه نستطيع أنه نخليهم يعطيهم فرصة أنهم يحلوا مشكلة أو يحلوا فجوة عندهم. وكان موضوع عن التركيز والانتباه لدى طلاب المرحلة الأساسية الصف الثالث الأساسي. الحابة أقول النتائج اللي وصلتها أو الأفكار اللي وصلتها إن كان عن طريق العمل أو عن طريق الاستنتاجات اللاحقة اللي حابة وصله، أدي إشكاليات بيننا وبين دولة لدولة، أو حتى يكون بين علم وعلم، أو حتى مصداقية الجامعات أو لا، أو طريقة العمل في البحث العلمي تبعتها الخاصة بها، كلهم بمجراه، كلهم بمجراه. لكن أنا برجع بحكي للدافع القوي والدافعية الأساسية عند نفس الباحث العلمي إنه يحاول يخترق هاي الإشكاليات المتواجدة من بلد لبلد. وأنا بشكر من خلال القاعة الآن موجودة معايا السيدة الباحثة ملاك ترحيني، اللي هي حاولت بكل جهدها إنها تحاول تطبق الأداة اللي عندها في الموقع المناسب وبضمن الفجوة العامة التي هي أصلا فجوة يعني واضحة، اللي هو موضوع التركيز والانتباه عند الأطفال. وعلى إثره أنا سعيدة جداً أن استطاعوا طلاب يستفيدوا من البرنامج الخاص فيها، واستطعنا أنه نقدم يعني نموذج حيوي صحيح حقيقي أنه فعلاً نقوم بعملية اختراق كل السلبيات اللي بدها تكون في بلد فما بالك في بلدين، وكمان أنه يكون في عمل جاد من وراء والاستفادة. إحنا نحكي كمان الاستمرارية ديمومة، أنه البرنامج اتطرقت له أو الأفكار اللي اتطرقت لها أو النتائج اللي احنا استفدنا من وراء بحثها نستطيع الآن يعني نمضي في العام الحالي في مدرستي الحالية، وأني أنا أستفيد منه على مستوى مدارس أخرى قريبة معي في الكلاستر الخاص فيه. فبالمجمل الإشكاليات متواجدة والقانون موجود، لكن هناك شيء اسمه روح القانون، ونستطيع من خلاله درء هذه الصعوبات يعني جنبا إلى جنب إلى أن نصل إلى جزئية فعلا تستطيع أنه تطبيق الفكرة الحقيقية اللي هي البحث العلمي
الحقيقي. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم، أعطوني فرصة إني أنا أعبر ضمن هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة عفاف على مداخلتك. أوكي، يرجع معنا دكتور ماجد. أوكي، رجع معنا دكتور ماجد. مين بحب يوجه سؤال أو أي مداخلة؟ طيب أنا بدي أوجه كذا سؤال لك دكتور ماجد بالنسبة للموضوع اللي حضرتك حكيت عنه. أول شيء حكيت عن شيء اسمه عن الإجراءات الكمية، بس نحن يعني يمكن مش بس بالعالم العربي، بكل العالم توصلنا لهيدي النتيجة إنه كل ما كان البحث كان بحث ضخم وعدد الصفحات كبير، كل ما هيدا الشيء أثبت عن جدارة وجدية الباحث. يعني زرعولنا هيدي الفكرة، يعني صار عقلنا مبرمج، زرعولنا هيدي الفكرة. يعني أول ما نحن ندرس عن منهجية البحث، أول شغلة كل ما يعني بيزرعولك الفكرة لتعمل إحصاءات واستبيانات وكل هول الأمور، هن كأنه هيدا البحث كل ما كان ضخم هو بيمثلك أنت كباحث، بيمثل جدارتك وجديتك بالعمل. السؤال هون إنه نحن هل ممكن وصلنا لمطرح يعني حتى مكرر منهجية البحث، حتى هيدي لازم يصير في عليها تعديلات أو تغييرات؟ هذا سؤال. السؤال الثاني حكيت حضرتك دكتور ماجد، بعدك معنا؟ ايه سامعك، سامع تفضل. ايه تاني سؤال حكيت حضرتك عن العنوان، عن موجة العناوين اللي هلا كثير صارت يعني ماشيين فيها، يعني اكثر من التراند اللي هي وجهة نظر، قياس، بنعرف محتوى البحث من وراء العنوان. هل هون انت عم بتشير انه يكون العنوان نوعا ما غامض أو يكون محفز لهالقارئ يعني يحلل من وراء العنوان شو ممكن يكون مضمون البحث أو لوين توصل الباحث بهيدي الدراسة اللي عملها؟ هذا لا. السؤال التالي. السؤال التالي حكيت شي مهم كتير عن الهروب من البحث النوعي، يعني الهروب بالنهاية هو الهروب من التحليل. كمان هيدي مرتبطة بأول سؤال بالنسبة لمنهجية البحث العلمي، اللي هو كمان عقولنا تبرمجت إنه ما تحلل بكل شيء، وخصوصاً بالتربوي. يعني بلشنا بهذا الموضوع يعني من الصفوف الروضات للابتدائي عشان هيك اللي بيهرب بلوم في شيء اسمه تحليل. نحن التحليل يمكن هلأ هول الكم سنة بلشت بعض المدارس، أو بدي أقول الأساتذة هن بلشوا بعض الأساتذة يركزوا على مسألة التحليل عند الطالب. نعم. وآخر سؤال عندي عن حكيت عن الإحصاء، يعني كل هول الوسائل أو اللي بيستعملون الباحث هن، بدي أعرف شغلة، نحن لازم الباحث يستخدمهم أو في بدائل عنهم؟ لأنه ممكن أنه هول الوسائل أنه هي بتعكس مصداقية الباحث أنه هو أجرى هيدا البحث، وبالتالي بده يوصل لنتيجة أو يوصل لتوصيات من خلال هيدا الإحصاءات أو هيدي الاستبيانات. بس هول أربع أسئلة. بس أربعة.
أوكي. أول شيء بالنسبة لموضوع بالنسبة للموضوع الأول المتعلق بموضوع عدد صفحات البحث، مثل ما قلت لك أنا، مثل ما قلت إنه كتار بيفكروا إنه عدد صفحات البحث هو منطلق إنه لحتى نقول إنه إحنا شو هالناجز العلمي اللي عملناه، يعني قديش نحن ما عملنا ناجز علمي مهم. وهيدي مشكلة كتير كبيرة على مستوى البحثين. ممكن أنت تعمل بحث بعدد محدود من الصفحات بس عن جد بيكون عم بيطرح قضية فعلية وحقيقية، لا مش مرتبط الموضوع. وهيدا هيدا نفخ البحث هو لحتى يعني غاية البحث إنه يبين إنه هو عم يعمل بحث جدي ورصين. أكيد هي مثل ما قلت أنا اللجوء للدراسات السابقة أو نفخ يعني نفخ البحث من خلال الدراسات السابقة، هيدي أزمة كبيرة عم نعاني منك اللي عم نشوفها كتير بعدد كبير من الأبحاث. أكيد مش معيار فيكون البحث بعدد صفحات محدودة، يعني في حدا بدولة أجنبية ناقش أطروحته بعدد محدود من الصفحات ما بتتخطى العشرة، فقط لأنه عم بيطرح فكر، يعني عم بيطرح قضية علمية أساسية وهيدا المهم. هيدا أكيد ما عم نشوفه بواقعنا للأسف بجامعاتنا، يعني جامعاتنا هي عم بتكون محرض للطالب إنه يصير بهيدا الإجراءات والخطوات، وللأسف لأنه ما عم بيكون في قراءات معمقة أو متابعة حثيثة للنهوض بواقع البحث التربوي. وللأسف المشكلة صارت أصعب هلأ، يعني عملية من اللي عم يشرف على الأبحاث، عملية من اللي عم يشرف على أبحاث الطلاب هن غير الأساس مشوا على هيدي يعني على هيدي الأساليب الغير علمية، فهن بطبيعة الحال عم يطلبوا من طلابهم يمشوا على نفس الأساليب اللي بيعتبروها إنه هي أساس للبحث العلمي. يجب إعادة النظر في كل هذه في كل هذا النظام البحثي. النظام البحثي يجب أن يتغير عن الواقع المفروض فيه، وإلا بنضل نحن عايشين بدوامة وموجودين بدوامة ما عم تقدر تقدم ناجز علمي حقيقي، عم نكون نحن بواقع كتير غير علمي، فقط إنجاز الأبحاث من أجل الترقي من أجل الحصول على شهادات. بالنسبة وطالما الجامعات عم تطلب منكم تمشوا على هيدي المنهجية، أنتم مضطرين تطلبكم تمشوا عليها، لأنه بالنهاية تخضع، وهذا نوع من السلطوية مثل ما قلنا أنه الجامعات تفرض على الطلاب السير على الأمبريكية المجردة. وهون لازم يكون البحث أو الأستاذ المشرف على أطروحتك هو مساعد لإلك لحتى تخرج من هيدي الأمبريكية المجردة بشكل أنه يخليك تكوني بحثة فعلية واقعية. بس للأسف مثل ما قلت لك الغالبية يعني 99% 92% من المشرفين على الرسائل والأطروحات هن أساساً يغوصون في هذه الأمبريكية المجردة، وأطروحاتهم بالأساس كانت فايتة فيها. بالنسبة لموضوع العنوان، أكيد لازم العنوان يكون عم يطرح قضية حقيقية. العنوان مش بده يكون يدل على البحث، يعني أنا بقرأ هلأ مش بحطي هلأ بجبلك مثلاً عشوائياً، بنختار عدد معين من العناوين، بنختار عدد معين من العناوين بنقدر نعرف بنختار عدد عين من العناوين بنعرف شو هو الواقع الفعلي، لأنه العناوين ما يعني عم بتكون كلها بتروح تصب بطريقة إنه تخدم الإجراء الإحصائي، مش إنه تخدم الإجراء تخدم الإجراء العلمي. هيدي مشكلة كبيرة كتير عم نعانيها ويجب إعادة النظر فيها بشكل كبير، وإلا نحن عن جد بنكون عم نروح صب مأزق أكبر وأكبر من يوم ليوم. النقطة الثالثة هي موضوع الإحصاء. أكيد بعض يعني مش هقول أنا نتخلص من الإحصاء نهائيا، أكيد لابد من معطيات إحصائية، بس مش لازم يكون النتائج الإحصائية هي نهاية البحث، ممكن تكون هي مؤشر على وجود الظاهرة أو عدم وجودها لحتى نطلق فيها فعليا. كتير بحثين بيعتبروا أنه خلص أنه أنا طلعت نتائج إحصائية يعني انتهى بحثي، بالعكس الإحصاء لازم يكون مساعد لإنجاز البحث وليس ختام البحث. لا نحن نتعامل مع الإحصاء أنه هو خلص طالما طلعت هالإحصاء يعني أنا بحثي انتهى وأنجزت اللي لازم أنجزه وطلعت معي النتائج. أكيد مش هيدا هو المطلوب. المطلوب أنه نحن لا نكون عم نطرح قضايا حقيقية وعم نقدر نحلل ونفسر لنوصل للنتائج المرغوبة اللي بدنا إياها، وهيدا اللي بنتوخاه بشكل حقيقي وفعلي وواقعي. شكرا دكتور ماجد. ما بعرف اذا انا جاوبت على
ما بعرف استاذ رمزه اذا انا جاوبتك على كل الاسئله اللي بدك اياها. كان المشكله من عندي لانه انا اضطريت افتح التليفون وصار في بارازيت بين التليفون واللابتوب. نعم دكتور ماجد، بس في سؤال لحضرتك. نعم تفضلي. في مجتمعاتنا مشروع البحث يطلب فيها أن يتجاوز 20 صفحة. وصل لك السؤال، أوكي شفته على الشات. ما هو هيدا الإمبريكي المجرد اللي عم نحكي عنه؟ يعني بيفرضوا على الطالب أنه يحط مقدمة، مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، فرضيات، أسئلة، حدود البحث، مصطلحات البحث، أدوات البحث، العينة، المجتمع، يعني كلهم بدي يحطهم هيدا مخطط بيعتبروه. هلا ما بعرف ليش يعني، وبدي يحط دراسات سابقه والتعقيب عليها، ما بعرف ليش نفخ المخطط، يعني شو الغايه؟ نفس الطريقه اللي عم بحكي فيها هي انه نحن ننفخ ابحاثنا، لانه كثير بيعتبروا انه طلب مشروع بحثك يعني 40 صفحه يعني انت عامل انجاز علمي كثير مهم. لا، مش معيار على علميه البحث. انا بالنسبه لي ممكن مخطط بحثك يكون كتير مختصر، بس عن جد عم بيعبر عن قضية فعلية واقعية، ولازم وممكن يكون 200 صفحة وما بيكون بيوصل لمطرح. لا، الشيء مش برسم الصفحات ولا برسم المعلومات، الموضوع مرتبط بالقضية والفكرة اللي عم نطرحها والواقع اللي احنا رايحين نحلل وجودها وتفسير المحيط وتفسير الأسباب المحيطة فيها. هو كتير جامعات عم تعمل هيك، يعني في جامعات عم تطلب المخطط 50 صفحة. ما هيدا نحن جزء من المأزق اللي عايشينه إلى حد كبير. ما بعرف إذا الإجابة وصلت ولا بعد بدي استفسر أكثر. سؤال من أستاذ عبير مرتضى. نعم أستاذ عبير، وصلك الجواب من دكتور ماجد أو بتحب تضيف شيء لسؤالك؟ يعني هون نحن دكتور ماجد بنلف وبندور بنرجع لمسألة إنه منهجية البحث بحاجة لتعديل أو تغيير، صح؟ صح صح صح، إعادة النظر بيه كيفية إجراء البحث، مش إنه إحنا نمشي على خطوات فقط ويعني إجراءات بمعزل عن الأمان العلمية والصدق والموقف الأخلاقي والمهني اللي أنا بمشي فيها. أهمية يكون في خطوات بس تكون عن جد فيها موقف أخلاقي ومهني، وتكون عم تتقصى قضية حقيقية. أكيد كيف بدنا نتخلص نحن من الطريقة التقليدية، بعدني عم بقول إنه نحن لازم نعيد النظر بمنظومة البحث اللي عندنا، ونبلش من المناهج التعليمية، يعني عند التلاميذ بالمستويات التعليمية الدنيا نبلش نطورهم مهارات البحث العلمي الحقيقي الفعلي. يوصل الواحد للماجستير فجأة بيلاقي حاله بده يعمل بحث ومفروض يخلص، والأصعب من هيك إنه الجامعات بتقول للطالب معك 3 أشهر تخلص بحثك. في جامعات بتعطي الطالب 100 يوم، بتقول له انت معك من وقت قبول بحثك معك 100 يوم لتخلص بحثك، والا بتروح ب بينالتيز ماليه، يعني بدك تدفع غرامات ماليه لحتى تقدر تكفي. طيب انت اي باحث كجامعه عم بتعد؟ انت دورك اكاديمي جامعي بحث ولا دورك تكسبي مالي؟ وانت عم تجبر الطالب يكون مرهون لاجراءات، او عم تاخذه بالقوه ليروح صوب اجراءات احصائيه ممكن غير حقيقيه، لانه فعلا هو 3 أشهر ممكن يساعده، ممكن طالب ينجز بحث يكلف حدا يعمل له اياه بشهرين باجراءات بحثيه، بيبعت استبيان وبيطلع ارقام وبيشوف شو الارتباط بين المتغير الف والمتغير ب، وبيطلع بحط فرضيات من هيدا من النوع المرتبطه باسئله الحزوره، مثل ما قلت يوجد فروقات ولا لا يوجد فروقات. الجامعات ما عم تلعب دور علمي، الجامعات ما عم تلعب دور جوهري لحتى تحسن عن جد جوده البحث فيها. وكلنا بنعرف شفنا من فترة كيف تجارة الأبحاث اللي كانت عم بتصير بالجامعة، لما نحن بنشوف أنه أكثر من 4000 طالب من دولة معينة حصلوا على شهادة ماجستير ودكتوراه، اشتروهم مشترى أطروح الدكتوراه، أو أنه أي عالم تربوي أو واقع بحثي
نحن عم ننجزه. نحن الجامعات هي عم تاخد الطالب صوب استسهال البحث فقط انه انجز الشهادة. لا، لازم الباحث يكون عنده عن جد شغف للعلم وشغف للبحث والتقصي، لانه هون اهميه البحث العلمي. استاذة عبير عم بتكفي سؤالها، هل ترى انه يجب الانطلاق من عارف؟ انا بالنسبه للباحث الحقيقي هو ما بينتهي بحثه مع لحظه مناقشته للبحث. مش اذا خلص الباحث يعني انا انتهى دوري. انت لازم يكون عندك هدفين، صح الشهاده مهمه لإلك وانت بحاجه لإلها، بس انت لازم يكون الهاجس الاكبر لإلك هو الحقيقه العلميه، وليس فقط حيازه شهاده وترقيه اكاديميه او ترقيه اجتماعيه ووظيفيه. الباحث الحقيقي هو اللي بيكون عنده قلق البحث والبحث عن القضايا الجوهريه بجوهرها وتفسير الظواهر الحقيقيه، وليس اجراء امور شكليه ليس الهدف منها فقط سوى الحصول على شهاده. إلى أي مدى يمكن أن نضع المادة بحثية قد أشرف عليها أحد الأساتذة الجامعيين للمعاينة والتقييم؟ البحث يعرف لما أنت تحمل هلأ رسالة أو تروحها وتشوف إنه هذه الرسالة فقط، يعني شو النتيجة اللي وصلت لها؟ هل وصلت لنتيجة تحتاج إلى نقاش وتفتح البحث أمام إشكاليات أخرى؟ أم وصلت لنتيجة إحصائية لا تحتاج إلى نقاش وبتوقف النقاش فيها؟ هون بتعرفي أنت إذا البحث رصين ولا لا. فيك تعرفي من طريقة المنهجية اللي ماشي فيها، هل هي منهجية علمية فعلية رصينة ماشي على خطوات غير إمبريكية، يعني مش نون إمبريكال، مش إمبريكال مثل ما قلت، ولا ماشي بطريقة واضحة إنه هي تتوخى إيجاد أي نتائج بصرف النظر هذه النتائج علمية والغير علمية. لا فينا نعرف، بس راح تطلع معك إنه فعلا إنه غالبية الأبحاث انه هي غير علميه. وحتى الابحاث احيانا ما المشكله، حتى اذا كانتش الابحاث احصائيه بشكل كبير، بنلاقي انه الموضوعات اللي بتتناولها غير جديره كمان. احنا انا مش عم بس عم بحصر المشكله بالعالم بالوضع الاحصائي، في عندنا مشكلات ثانيه ترتبط بالبحث، الظواهر او الاحداث التي يتناولها البحث. حتى لو جيت استخدمت انت ادوات تكفل لك تعمل تحليل نوعي او تعمل منهج نوعي، بس القضايا اللي عم نتناولها بالبحث العربي منها قضايا تستشرف المستقبل أو التجديد والابتكار والإبداع والتطوير، هي كلها قضايا تدور في دائرة مفرغة. جيبوا هلأ الأبحاث بلبنان ولا بسوريا ولا بالأردن ولا بالعراق ولا بأي دولة، بتلاقي أنه كلها بتدور حول موضوعات كأنها هي بزيتها، مدى امتلاك المديري المدارس للكفايات، مدى هون مدى امتلاك، بس بتتغير بدل ما تكون محافظة جنوب لبنان بصورة محافظة الرمادي بالعراق، يعني نفس الموضوعات وبينقلوا عن بعض. بتلاقي الأطر النظرية هي بذاتها عن جد بشكل كتير يبعث على القلق ويبعث على القهر مثل ما بقولوا، لأنه صرنا عن جد نتمنى أنه نحن نقدر نلحظ عن جد بحث رصين عربي، يعني في إنتاج للفراغ. نحن بناخد من بعض ونسرق من بعض البحوث ونسيبها للذات وكأننا فعلنا ما فعلناه، يعني نعتبرها الإنجاز على بعضنا، بس هو بواقعنا فعلا لو كان واقعنا البحث العربي التربوي مهم وإله دلالات كانت حسن واقعنا على مستوى بناء المجتمعات. نحن مجتمعاتنا عم تتأخر، وطالما التربية ليست بخير، يعني البحث التربوي ليس بخير، لأن التربية تستمد قوتها وأساليبها وطرائقها في التعليم و كله من البحث التربوي، لأنه اللي بيستند على خلفيات نظرية وفلسفة تربوية عميقة. طالما إحنا ممارساتنا المفروض ترتكز إلى ما أدلى بدلوي، يعني ترتكز إلى هذا البحث، والبحث الرصين غير موجود، كيف بدها تكون ممارساتنا؟ ما نروح صوب خيارات، نروح صوب فلسفات أجنبية. الفلسفات الأجنبية قد لا تنسجم بشكل كبير مع واقعنا ومع حياتياتنا، بدل ما يكون عندنا مشكلة بيصير عندنا مشكلتين. حضرتك ذكرت بالمحاضرة دكتور ماجد، أنا أخذ نوت عندي عن المسألة اللي حكيت عنها هلأ، أنه قصة البحث التربوي والنظام التعليمي مرتبطين بعض، وطول ما النظام التعليمي عنا بعده مثل ما هو ما بدنا كثير هيك
إيه فالبحث التربوي أكيد مش بخير، هنقول كلمة مش بخير فللأسف يعني. أستاذ عبير أوكي طبعا كمان. شفت شفت وهذا جزء من غير الأمانة يعني، من أنا من فترة عملت محاضرة عن أخلاقيات البحث، أكيد أنا اضطرأت هون لتجاوز أخلاقيات البحث بشكل سريع فقط كسلايد واحدة لأنه من ضمن الإشكاليات، بس كان عندي محاضرة من فترة إلى علاقة بأخلاقيات البحث العلمي في لبنان، وهي التي تشبه إلى حد كبير الواقع، يعني الواقع واقع الأخلاقيات البحث التربوي بالوطن العربي. أكيد كثير أساتذة للأسف ما بيواجهوا طلابهم وما بيشتغلوا معهم، بالآخر شيء لما الطالب ينجز البحث اللي هو يعني كيفما كان بيصيروا بده يحضروا هذا البحث ينشروا باسمهم، هذا نوع من عدم الأمانة، تجاوز لأخلاقيات البحث، هذا نوع من الاستغلال بمكان ما، أكيد هذا تجاوز لأخلاقيات البحث بشكل كبير. وللأسف كتير أساتذة يعني أخذوا أبحاث طلاب ونسبوهم للذات وحصلوا على ردة أكاديمية وهن غير منجزين لهذا البحث، وفي كتير دلائل على هذا الموضوع. يعني مش كبيرة أنا بالنسبة لي بالإمبرياكية المجردة إلى جانب تجاوز أخلاقيات البحث، هن المشكلتين اللي فينا نقول يعني الأكثر تقدماً أو أكثر معوقان أو أكثر مشكلتين عم بيحيطوا بالواقع البحث التربوي العربي وعم بيخلوه بالوضع المتردي اللي هو فيه. شكراً أستاذ عبير. مين بحب من المشاركين الكرام يوجه أي سؤال لدكتور ماجد؟ أطلنا عليك يمكن دكتور ماجد، نحن بس الموضوع فعلا كتير شيق وكتير يمكن بعد في أسئلة براسنا كتير، لازم نعمل جزء تاني لهيدا المحاضرة لأنه فعلا مش يمكن يمكن هاي المرة الأولى أنه في حدا بيتطرق لهيك موضوع، خاصة منهجية البحث العلمي لأنه بتحسها مثل شيء وعليه هالي ما حدا بيقرب عليه، خلص شيء مقدس هيك نزل وهيك ما نضلنا ماشيين لآخر لينهار القطاع التربوي ونضلنا ماشيين بهيدي المنهجية. فبظن أنه خلص يعني مثل حضرتك ومثل كل القيمين على التربية أنه يوصل لمطرح أنه لا هيدي الحواجز بدنا نكسرها بقى، لا في شيء بيتغير وفي شيء بيتعدل. صحيح صحيح، يعني الواقع مش لازم يبقى مثل ما هو، على أمل إنه نحن نوصل لوقت إنه تكون الأمور بواقع أفضل. طيب أنا بظن يمكن الأسئلة انتهت. شكراً لك دكتور ماجد، يعني حضرتك قيمة مضافة، يعني ما شو بقوله بالنسبة لإلي شهادتي مجروحة فيك. الله يخليك، يعطيك ألف عافية إن شاء الله، على أمل لقاءات معك مع حضرتك، كل شيء بيتعلق بالقطاع التربوي ونحن مواكبين، وإن شاء الله محاضرة القادمة بتكون شيء خاصه بلبنان وشيء بيكون إن شاء الله بيكون الوضع تحسن هلأ، خاصة الأزمة اللي عم توجهها المدارس الرسمية والطلاب يلي بعد لهلأ ما مصيرهم مجهول للأسف. شكراً للمتابعين للمشاركين دكاترة أساتذة طلاب، بنوعدكم بمحاضرات قادمة كمان شيقة بما خص موضوع التربوي. دكتور ماجد بتحب تحكي شيء؟ أول شيء بدي أعتذر، كان في حدا عم بيحكي وانقطع الإنترنت عندي، بعتقد دكتورة عفاف كانت عم تحكي وانقطع النت. أستاذ عبير عم تشكرك. شكراً، لا أنا عم بقرأ تشات. شكراً أستاذ عبير، يعطيك العافية. أستاذ عبير والمتابعين عم يشكروك على المحاضرة. بتحب تحكي شيء حضرتك قبل ما ننهي؟ أنا بدي أشكركم على المتابعة وعلى الاهتمام بهذه القضايا المهمة، وعلى أمل إن شاء الله أنه نحن ننهض بواقع، يعني طالما في رغبة وفي
إرادي إنه نحن إنه الواقع الموجودين فيه ما يبقى مثل ما هو، إن شاء الله موصل للأفضل وأفضل. أنا بتشكرك مجددا على إدارة الندوة وعلى اهتمامك، بتشكر اتحاد المترجمين بالشرف دكتور ماجد على هذه الاستضافة، وعلى أمل إن شاء الله بلقاءات تربوية أخرى إن شاء الله. وشكرا للحضور لجميع اللي تابعوا معنا اليوم، لجميع اللي يعني قدموا مداخلات قيمة وأغنوا بنقاشهم هذه المحاضرة. شكرا لكم. شكرا دكتور ماجد، شكرا للمشاركين والمتابعين، وتصبحون على خير. دكتور إلى اللقاء.